ووصلنا لمساحتنا القانونية لليوم ورح نحكي فيها عن موضوع سوء الأمانة. كيف اليوم بتعامل القانون السوري مع سوء الأمانة؟ رح نحكي عن سند الأمانة والشيكات وكثير من التفاصيل اللي يمكن رشا نتعرض إلى بحياتنا اليومية. أكيد، ودائما نحن بنحاول ضمن صباحنا غير أنه دائما يكون عندنا فقرة نسلط فيها الضوء على المعلومات القانونية، لأنه دائما بنقول القانون خلق لمساعدة المواطن وتحسين الأمور. أكيد تمام رشا، هاي المعلومات القانونية رح نعرفها من ضيفنا بالاستديو المحامي أحمد السيطري. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن جرم، اليوم حنخص فقرة معينة ضمن القانون، جرم إساءة الأمانة. اليوم كثير أحيانا نتعرض بحياتنا سندات الأمانة للوراق البيضاء مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء. اليوم نحن كيف قادرين نضمن حقنا يعني وما نروح بموضوع جرم إساءة الأمانة؟ تمام، مبدئيا جرم إساءة الائتمان هو كل من أقدم قصدا على كتم أو اختلاس أو تنزيل سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو شيء منقود سلم إليه على سبيل الأمانة، طبعا على سبيل الوديعة، سواء على سبيل الوديعة أو الإيجار أو العارية، سواء بأجر أو بدون أجر، شرط أن يعيده أو يستعمله لشيء معين، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. سابقا كانت العقوبة من 2 شهر إلى 2 سنين، هلأ شدد القانون العقوبات بالتعديل، صار في تعديل، شدد صارت العقوبة من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة والتعويضات كمان اهتموا فيها، وإعادة الردود من 25% إلى 50%. يعني بإجمالا إساءة الائتمان كل من تم إيداع عنده وديعة منقولة، هي طبعا تضمن على المنقولات ما بتصير على العقارات، عقارات على موضوع تاني بصير جرم الاحتيال. مين حط عنده وديعة رفض أنه يسلمها معناته صار مرتكب جرم الاحتيال، جرم إساءة الائتمان. بالنسبة لجرم إساءة الائتمان مجرد ما تبلغ الإنذار ورفض إيداعه، هون بيكون صار في عنا كامل أركان الجريمة للركن المادي والمعنوي والقصد الجرمي. تمام، كثير بنشوف بين المواطنين موضوع سند الأمانة نوع من حفظ الحقوق بين المواطنين بيكون. خلينا نعرف قانونيا بداية شو هو سند الأمانة وشو شروطه لحتى يأخذ فيه القانون. كلام سليم، سند الأمانة هو عبارة عن وثيقة خطية متضمنة، يعني ترويستها مكتوب فيه، مكتوب سند الأمانة وبنكتب فيها مفصل هوية بالكامل. ويفضل الواحد ينتبه إذا كان واحد بده يحط وديعة عن تاني مبلغ مثلا، بيكون مكتوب فيه مفصل هويته، الأب والأم والتولد والرقم الوطني. ليش؟ هي بتفيده أمام القضاء، أمام القضاء حين صدور الحكم بده ينفذ الحكم بده يطلعه على الرقم الوطني مشان ما يصير التباس بتشابه الأسماء. لما يكون محطوط الرقم الوطني بالكامل، هون بيكون صار من عرف مين هو المسيء للأمانة، صاحب السند بالأحرى اللي مكتوب عليه السند. نقطة تانية من ناحية الأرقام، كمان كتير ناس عم تتعرض لنصب والاحتيال. عم نحط مثلا مبلغ 10 مليون كتابة، بالشق الثاني مكتوب طبعا متتالي له مكتوب 10 مليون، عم يتم فيه فراغ بين القتال الكتابة والأرقام، هذا عم يعطي مجال للعب بالضبط. برافو، شو عم يصير فيه؟ عم يحط إذا حط 10 مليون المبلغ، أنا استلمت مضمونه، أنا موقع عدنان فلان ابن فلان، فصل هوية بالكامل، استلمت مبلغ وقدره 10 مليون من فلان، وذلك على سبيل الأمانة على أن أردها حين الطلب. 10 مليون حط قدامها واحد، شو صارت؟ 110. ماشي، بالقسم الثاني في فراغ، بيكون فقط لازم يكتب، ما يخلي فراغ، يكتب فقط 10 ملايين ليرة سورية لا غير. إذا في قسم ثاني فارضي يحط خط عليه. شغلة ثانية بالنسبة لموضوع في سندات عم تنكتب على بياض، هاي خطيرة. تمام، وين خطورة؟ عم ياخذ فيها القانون؟ طبعا عم ياخذ فيها. بعدين شغله ثانيه، هلا اول شيء على بياض الواحد بده ينتبه، لما بده يكتب على حاله سند امانه ينتبه على المبلغ مثل ما حكينا، انه ينكتب وما يخلي فراغات وفقط مبلغ، ولا سيما اذا كان بخطه مشان ما صار تزوير، صار تلاعب بهالموضوعات ينكشف. وبالنسبه للبصمه كمان، في ناس شو عم تساوي؟ انا ما بعرف اكتب يا اخي، بصم لك على سندات امانه. اوكي، بصم على سندات امانه، الاسطمبه فيها حبر، اذا فيها حبر زائد حط ايده على الاسطمبه وبيبصم على سند الأمانة. بيطابقوا سندين مع بعض؟ لا عفوا، هون شو بصير؟ بقعة حبر لا تصلح للمضاهاة، ما بتطلع علامات، هي تبع البصمة هون رسمة خطوط، هي ما بتطلع واضحة، بده يكون حبر معقول يحط البصمة إيده على الأسطمبة ويبصم بحيث إنه تظهر هي العلامات تبع البصمة، مشان إذا كان صار خبرة مضاهاة تنكشف. أما في ناس عم تلعب عم تحط حبر زايد عم يبصموا، شو بيعتقد؟ إنه خلص بصم. أما أمام القضاء هي شو تطلع؟
بقعة حبر لا تصلح للمضاهاة. يعني راح سند الأمانة راح عليه كل شيء. تمام. نفس الوقت مشان العنوان، العنوان وقت عم اكتب سند أمانة على حالي بدي احط العنوان، اعرف وين نحط العنوان بحيث انه ما يطلع بيحط عنوان ثاني. اذا حط عنوان ثاني بيجي ممكن جاء لمحافظة ثانية يحط عنوان او شيء. ممكن واحد يغير سكنه هون، يعني نحن نعرف الاوضاع بالضبط هون. يعني الناس عم تخليها فارغة استاذي، الناس عم تخلي فارغ مكان الإقامة. طب بلكي هو بعدها انتقل، يعني نحن ليش ما بنروح للإجراءات القانونية تمام. السليمة ومنروح لتوثيق السند من بالأصل؟ يعني بالأصل مفروض ينكتب سند الأمانة والأفضل ينكتب عند كاتب العدل. برافو للسؤال. فهو عم أقول لك نروح للطريقة القانونية بتوثيق السند، إن كان عند سند عند محامي أو عند كاتب العدل. ولو عند محامي ينكتب وين الإقامة، بحيث كان بعت له الإنذار عن طريق كاتب العدل اللي طالبه بالسند ينعرف انه انا اجاني انذار وانا جاهز لحتى انسدد مالي متهرب. بس في ناس منه بتضيف اذا ضافت على الارقام مثل ما حكينا زود الرقم المبلغ، نفس الوقت بلغوا على عنوان ثاني بتفاجئ هداك بده دعوه حكم غيابي. طيب استاذ اليوم من خبرتك ومجال عملك اليوم، طالما في اسس وخلينا نقول ابواب قانونيه لتوثيق هذا السند الواحد يرجع له حقه، ليش الناس عم تروح للمعاملات الشخصيه ان كان ببصمه السند او يعني بين شخصين؟ ليه ما بنروح دائما للشيء الاريح؟ يعني قانونيا اليوم ليه ما بينزل قرار انه ممنوع اي سند يكون شخصي، يكون عن طريق محاكم او توثيق كاتب عدل؟ على العين. هلا بالنسبه لهالموضوع هذا كثير ناس مثلا اشترى غسالة اشترى براد، شو بيساوي صاحب البراد والغسالة؟ باعوا يا كتبوا عليه سندات. هون كتب سندات المواطن هو نفسه. نحن معظم الحلقات اللي عم نحكي فيها عم ننبه المواطنين انه انتبهوا لكتابة السندات، انتبهوا على شو عم توقعوا، شو بيفكروا انه سند عادي كل شهر بيجي بدفع لك يعني. وبنفس الوقت انه يحافظ على الارقام مثل ما حكينا والعنوان، بحيث اذا كانت بلغ يتبلغ لعندي ما يتبلغ على ارني ثانية. هذا الموضوع يعني كثير ضروري. خلينا نحكي اليوم شو الفرق بين الشيك والسند الأماني. الشيك والسند الأماني بيفرقوا بنقاط أساسية اللي هي أول شيء إذا كان بالنسبة للاختصاص، الشيك اختصاص قاضي تحقيق، يعني عندي معروض نيابي طبعا بعد ما يتجير بالنسبة للشيك بيروح عند مصرف واحد بكتب إنه ما في رصيد، بيرجع عن طريق النيابي يقدم شكوى أو ادعاء بيدفع صفة ادعاء، الاختصاص قاضي تحقيق. أما بداية الجزاء اختصاص، سند الأماني اختصاص بداية الجزاء. شغلة ثانية اللي الأهم إنه في حال تم الإسقاط عن سند الأمانة، إذا مدعي أنا بسند أماني مدعي بالشيك تم الإسقاط بسند الأماني بيروح العقوبة بتروح المبلغ. أما إذا كان تم الإسقاط بالشيك بدون رصيد بيروح المبلغ، وإنما العقوبة بتضل. ليش؟ لأنه مشان فيه الحق العام. لا يستهتر الواحد انه خلص بعدين بأمله المبلغ ويماطل بالمحكمة لحتى أمله المبلغ، لا سيما انه في نقطة حساسة بالنسبة للسند الأماني، في حال تم صدور الحكم الحبس 6 اشهر مثلا ودفع المبلغ والتعويضات، هون اذا كان اسقط يعني اذا ما اسقط حقه ما بيروح السجن. في ناس كمان تقول يلا بعد سنة شهرين ثلاثة اللي انا بأمله المبلغ وبعطيه، وانما ولو اعطاه المبلغ اذا في سجن وما اسقط حقه بدفع ولو دفع المبلغ بيلحقوا السجن. في موضوع الشيكات عم نحكي السجن لا بالسندات الأمانية، بالشيكات ولو أسقط في الحق العام ما بيسقط. طيب احنا خلينا نختصر المحاكم والحق العام ونروح بطريقة قانونية سليمة نضمن حقنا وحق الطرف الثاني. في حال ما قدرنا يعني بهي القصة وما رحنا لكاتب عدل أو محامي، اليوم شو هي الطريقة الأسهل؟ اليوم المواطن عم يستصعب اليوم نزلة المحاكم، عم يقول لك أعطيني عمر من الآخر يعني. بين إجراءات وبنرجع بنقول حق على المواطن إنه في قانونيا في عندك بنت أنت قادر تحمي حالك من خلاله. رحنا على المحاكم اليوم، شو هي الإجراءات الأسرع والأسهل لتحصيل هذا الحق؟ لتحصيل هذا الحق يعني بداية بده يبلش بإنذار كاتب عدل، إذا سند أماني بحد ذاته من عم نبحث فيه يبعث إنذار عن طريق كاتب العدل بحط مدة 5 أيام لك سددي السند. مضت المدة ما تسدد السند بيروح بصالح بيعمل تسوية على سند الأماني، بيقدم معروض أمام النيابة، ادعاء أمام النيابة، النيابة تحوله بداية جزاء وبتمشي الإجراءات. إحنا أمام محكمة واحدة اليوم محكمة بداية الجزاء. لا في كتير كل شيء محاكم اسمه بداية جزاء لمكان إقامة المدعى عليه، تابع له مكان إقامة المدعى عليه محكمة بداية الجزاء. هون بداية الجزاء بيرجع على حسب، لا في ناس مثلا بتقول تأخرت الدعوة، هون بيرجع للمحكمة حد ذاتها إذا كان في عليها ضغط بصير يأجل جلسات. في عندك بداية واستئناف ونقض والنهاية. بالنهاية بده إذا كان ما طمعت عليها الحكم بده يدفع وبده ينسجن. لا سيما كمان بالسند الأمانية وننوه عن نقطة أساسية أنه بفكر 6 أشهر، لا كمان إذا كان في تعويضات وغير الردود اللي بترجع لصاحب السند من 25% ل50%. في عنا حبس اسمه اكراهي على التعويضات، يعني بنحط بالتنفيذ
ست شهور دفع المبلغ، نحط استخرجنا القرار واخذنا اصل صالح للتنفيذ وحطيناه بدائره التنفيذ، نبعث له اخطار خلال خمس ايام بدك تدفع، ما دفع بنحرر له تضييق عليه بالحبس، نكتب افاده تضييق عليه بالحبس، رئيس التنفيذ بيوافق على التضييق عليه بالحبس، هي مدتها سنه حبس سنه، يعني مو بس ست شهور ودفع المبلغ والتعويضات وغرامه وغير 25 ل 50% من التعويضات بيجي سجن سنه، هذا اسمه سجن اكراهي. طيب خلينا بس نرجع ناكد على نقطه، كيف بتعامل اليوم الجهات المختصه مع موضوع سند الامانه؟ بيفرق اليوم تعامل سند امانه سويناه بين شخصين ورحنا قدمناه للجهات المعنيه في حال ما رجعت هي الامانه، وبين سند امانه انكتب عند الجهات المختصه، هي الجهات نفسها بتفرق طريقه تعاملها؟ يعني نحن في شيء اسمه سند امانه اقوى من سند امانه؟ الكاتب بالعدل، سند اللي اذا تم بالكاتب بالعدل هذا اقوى من انه يكتب برا. ليش؟ ما في داعي للمحاكم وقتها بصير. عفوا؟ في داعي للمحكمه وقتها؟ لا، في اجباري. ولو كتب اسمه سند الامانه للتوثيق الاقوى امام الكاتب العدل، ليش؟ لما بحطه بالتنفيذ صاحب السند صاحب المبلغ، اذا نحط بالتنفيذ هون البصمه ما بيحسن ينكرها. ليش؟ لانه انت وقعت وبصمت امام موظف رسمي وهو كاتب بالعدل، هون بصير اقوى لصاحب السند. بس في نقطه كمان بنحب ننوه عنها، انه في ناس كتب سند امام الكاتب بالعدل، فيما بعد تم الاتفاق بيناتهم بالمصالحه والتسويه بين بعض، اخذ المبلغ او قسم منه، عملوا تسويه تصالحوا، يفضل يرجع ما ياخذ بينه وبين نفسه، ياخذ يفضل برابو انه يروح على الكاتب بالعدل يقول انه انا استلمت ويمحي، يعني يلغي السند تسويقها حتى التسويق يكون بوضع قانوني اسلم. يعني القصة بالضبط هو دائما نحن هذول الشغلات الكثير بسيطه ممكن توقعنا باغلاط كبيره، يعني فدائما نحن بنروح لموضوع القانون بيكون افضل. يعني يفضل يروح لعند محامي يعرف حاله على شو عم يوقع، عم يشتري، لا سيما انه اذا واحد اشترى براد ولا غساله، عم يكتب عقد بيع شراء في مبلغ 50,000 مثلا بدك تدفعون، عم يكتب بمقابل الضمان حقه صاحب الغساله او البراد، عم يكتب سندات امانه عليه. بدنا ننتبه انه هي سندات الامانه فيها سجن، ممكن بيع آلات عاديه او دين عادي، بهالحاله هي يكتب بس في له شيء يربط مع بعض انه توب ثمن الغساله ومستوفي بالكامل، وسندات الامانه هي لقائني اقساط اعطيك اياها على دفعات، وانما شو بصير مبلغ بعقد اشترى غساله، هذا المبلغ بده يكمله، بصير فيها كمان اجراءات ثانيه، ومبلغ بسندات الامانه صار مبلغ ضعف، بده يقول انه اذا كان كتب على حاله سندات امانه انه مستوفي كامل الغساله، وتظن حصر علاقته بين صاحب البضاعه بسندات الامانه فقط لا غير. بدنا ننتبه لهالنقطة، وسند الأمانة كثير ناس بتوقع بيكون محتاج لمبالغ، بيوقع بيورط حاله ينتبه على شو عم يوقع. تمام، للأسف كثير بنشوف شائع، يعني بين كثير سمعناه من أشخاص عنده سند أمانة على حدا بيقول له خلص يروح مثل هيك بالعامي يشربها ينقع ويشرب ميتها. فهي دلالة إنه ما أحيانا ما عم يتاخد فيها. برافو. فهي أيمت بتكون؟ نحن بدنا نتجنب هي الحالة لنحفظ حقوق المواطنين، كثير شائعة هي الجملة وكثير شائعة هي الحالات، مشان هيك نحن عم نرجع نركز عن السند الأمانة القانوني اللي يؤخذ فيه. دام الكاتب بالعدل ولو تم بين شخصين نفسهم اسمه توقيع وبصمه، بس انتبه مثل ما حكينا للبصمه، وبضل قانوني وين ما توقع وين اي رنه، بس يفضل عند الكاتب بالعدل او يستشير محامي، يروح لعند محامي يعرف حاله شو عم يكتب، لا سيما انه عم ناس عم تقول له مثل ما تفضلتي حبر على ورق يكتب، ما يخلي المبلغ فاضي. هي توقيع على بياض، توقيع على بياض اذا بحط فيه مبلغه 10,000 حط فيه 100,000 ملزم انه يدفع. نسبة اليوم اذا حدا موقع على بياض انه شو الحاله هي؟ اجراءات هي صعبه طويله بدها وقت، صعبه هي الاجراءات. فخلينا نروح دائما للامور القانونيه اللي بتضمن حق الطرفين، يعني ودائما بنقول القانون وضع لتسهيل حياه المواطن وضمان الحق. بدي نشكر حضورك لليوم ويكون حياتنا كلها عدل وحق، يعني ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. شكرا كثير لكم. يا هلا. شكرا لك المحامي احمد السيطري، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يعطيك العافيه. اما هلا